اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه من برنامج الاهلي الليله، وبيشرفنا بينورنا النهارده الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ ممدوح فهمي. استاذ ممدوح اهلا بيك. اهلا بك يا محمد، ربنا يديم حضرتك. والله اخبار حضرتك ايه؟ والله كل تمام، وبشكر سيادتك على المقدمه الجميله اللي سيادتك قلتها. لا دايما بنسعد بمقالاتك وبقلمك الحر في مؤسسه الاهرام. ربنا يخليك معانا، وجودك بالتحديد النهارده يسري الحلقه، والمشاهدين ان شاء الله يستمتعوا بهذه الفقره ان شاء الله. ربنا يخليك. طيب عايز اتكلم معاك اولا، ومش هروح بعيد. اخر حاجه صدرت وفي الاعلام دلوقتي كل اللي المفروض بيناقشها قرار الاتحاد الدولي او قرارات فيفا بخصوص الاجنده الفتره الجايه والظرف الاستثنائي والظرف القهري اللي تتعرض له كره القدم في العالم كله. تعليقك على هذا الموضوع. خلينا اتفق معاك اولا ان في ازمه، في ازمه، وان احنا في مشكله. في مشكله بتتواجه المسؤولين كلهم على مستوى العالم بيتحركوا تمام. لكن محدش يجي يعمل ايه بقى، يعمل يطلق رصاص الرحمه من دماغه على اي حاجه. تمام، يعني سيادتك مشكورا انا او غيري، مش الغي كذا اعمل كذا، ده كلام مش منطقي ومش معقول. احنا بنقول ايه؟ الموسم لسه السيزون بتاعه في نصه او في منتصفه. مظبوط مظبوط. عندي فعاليات وعندي ارتباطات وعندي حاجات كتيره. في مشكله بتتعالج، في ازمه بتتعالج، لكن ما حدش يطلق راس الرحمه على اي مسابقه على الاقل حتى الان. بدليل الكاف محترم اجل التشان هي كاس الامم الافريقيه المحليين. الكاف رحل تصفيات كاس الامم الافريقيه للكبار. الكاف لسه في كام عند دوري ابطال افريقيا، يعني ما حدش خد قرار. فما ينفعش انا على المستوى المحلي احسم قرار. ليه؟ الدنيا بتتلم. بدليل الصين سيادتك مشكور قلت في المقدمه هيستأنفوا الدوري. بالظبط، شافوا الدنيا الحمد لله عندهم كويسه، فابتدوا يفكروا في استئناف الدوري في ابريل. طب اذا كانت بقى الصين اللي هي اس المرض مع احترامنا دي واللي هم جابوا لنا ده كله هيبداوا يستأنفوا النشاط بتاعهم، احنا مش هنعمل كده؟ طبعا كان مش منطقي. فاي حد يتبرع مشكورا ويتطوع مشكورا يقول حاجه، لا يلتزم الصمت في هذه المرحله. يلتزم الصمت كمان، ان المسابقه مش بيديرها الاتحاد لوحده ولا بيديرها نادي ولا اثنين. لا طبعا، ده طبعا للاسف مفيش رابطه. ما هو لو في رابطه للاسف كانت بقت هي المنطقه. ما انا مع حياتك، بس انت بتتكلم في ايه؟ ان انت بتقول ان انت مش صاحب قرار. انا كنادي مش صاحب قرار. اللي صاحب القرار اتحاد الكوره بتاع عمر ابراهيم وزير وزاره الشباب والرياضه، وبرسياتك هم اصحاب القرار. ان قال والله يا جماعه نلغي، ده مفيش مشكله. ان قال يا جماعه مفيش، بيجي كان بتقول اشرف صبحي من الجمعه اللي فاتت قال مفيش الغاء. طبعا المساله كلها تعليق، لان هو عارف اهميه الاحداث الرياضيه وعارف اهميه الصناعه دي. انت بتتكلم في مسابقه كلفه قد ايه يا استاذ محمد؟ مليارات. هل ينفع بقى انا بجره قلم او بهواء شخص او شخصين او ثلاثه الغي ده كله؟ لا طبعا، يبقى حرام عليا، ما يرضيش ربنا. لكن انا بتكلم في مشكله، في مشكله بتتحل، بتتحل، والحمد لله رب العالمين. قالوا في مصر اسبوعين مفيش يا جماعه كذا، فالدنيا ان شاء الله ان شاء الله الناس بتفعل بقى، الدنيا تهدى. الناس بتعمل تدابيرها، والناس بتاخد واخد بالها من الموضوع ده، والدوله الحمد لله قايمه بمجهود كبير جدا في هذا الملف. فالاتحاد الدولي بقى جاب لك غطاء لهذا الموضوع وقال لك التوصيات بالنسبه للمرحله الجايه. تمام. أقول سيادتك، أنت النهارده كاتحاد دولي هو المنوط بيه الوحيد اللي يقول كويس. يورو 2020 اتأجلت لأنها جاية في وقت قليل جدا بعد انتهاء المسابقات، ما أعرفش المسابقة المحلية بس هي الدوري الإنجليزي أو الدوري الفرنسي هيخلص إمتى، فهو خايف تلاحم المواسم يأثر على كأس الأمم الأوروبية، فأجل سنة. لأن إيرادات النهارده أنا مش عارف الدوري الإنجليزي هيستأنف إمتى، الدوري الأسباني هيستأنف إمتى، وكلهم بيصبوا فين؟ في يورو 2020، يورو 2020 مفترض إنها في يونيو. طب لما انا ابدا ما اعرفش الموسم المحلي هيخلص امتى، هنبدا فور. فالاتحاد الاوروبي والليفا فضل ياجل سنه، ده كلام منطقي. مظبوط. كوبا امريكا فضل ياجل سنه، ده كلام منطقي عشان تلاحم المواسم. ده كمان لكن ما الغاش الانديه والروابط ساعدت جدا بهذا القرار، لان قرار الويفا هيساعد الدوريات والروابط في الاتحادات ان هي تقدر تمد الدوريات لشهر 6. ما هو ده بس هو خد القرار ليه؟ عشان لا يزنق الانديه والدوريات ولا يعمل ضغط ليها. ما انا عاوز اللعيبه اللي طالعه من الدوريات الاوروبيه تبقى فريش وجاهزه تعمل. انت بتتكلم كاس اوروبيه يورو دي يا كاس عالم رقم 2، فما كانش عنده بطوله جامده جدا ما عملهاش. فهو اليوفا فكر بشكل محترم في ايه؟ قال لك بدل ما انا هرحلها فين؟ هرحلها في اغسطس مش هينفع، عندي اولمبياد، هرحلها في سبتمبر يبقى الموسم بدا. فقال لك هرحل سنه، ده استئجار استثنائي، لكن ما لغيتش. وبعدين ما حاولتش اعمل ده ايه؟ ان انا اعلقها في ميعادها عشان ما يبقاش ضغط على اللعيبه وضغط على الانديه، يبقى انا كده استنزفت حاجه. لكن مع احترامي الناس بتعمل قرارات مدروسه يا استاذ محمد، الناس دي بتفكر بشكل عقلي وعقلاني، ما بتتسرعش، بتشوف الرؤيه ماشيه ازاي. الطلاينه كمثال من اكبر الدول الاوروبيه اصابه بالفيروس. مظبوط. سيادتك قلت مشكوره، بيبداوا دلوقتي في علاج والى اخره، الدنيا بتتلم عندهم. فانا ما حدش يتكلم عن الغاء او كذا، كل من له مصلحه في هذا الموضوع اعتقد من الافضل يلتزم الصمت. رابطه الليجا في اسبانيا وضعت ثلاث سيناريوهات.
23 ابريل تمام 2 مايو تمام 14 مايو تمام. وفي اسبانيا يمكن قبل الحلقه ما نبدا النهارده في لعيبه في فالنسيا اكتر من لعيب تعرض لفيروس كورونا، في كذا حد في الدوري الاسباني عنده فيروس كورونا. جميل. هو بيعملوا ايه؟ خش حاجة صحي بيتعالج بيبقى الدنيا بيلموا الدنيا، وده كويس. هو بيحط مواعيد مختلفه ليه؟ عشان يبقى عنده المساحه حاجه. هو ما قالش الغاء، هو لغايه دلوقتي مفيش حد فيهم اولويه، الاولويات كلها استكمال البطولات. هو ده فانت بدل الاجنده بتاعت الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي، مفيش الغاء، في نشاط مستمر، وبر سيادتك تاخد تدابيرك، ممكن ارحل ميعاد اجل ميعاد، لكن مفيش الغاء. ليه؟ انا بتكلم في حقوق رعايه، حقوق بس، حقوق لعيبه، حقوق انديه. هل انا النهارده هو بس نطق في موضوع اتعمل حلو قوي في نيويورك تايمز، قال لك ار ذا جيمز اوفر، يعني هل اللعبه انتهت؟ عجبني قوي الموضوع، عنوان مثير كمان. انا بقول لحضرتك العنوان عجبني وعملته اهرام، وان شاء الله المفروض ينزل يعني صباح الجمعه. فانا بقول لحضرتك ايه؟ اهرام الجمعه؟ يعني طبعا لسه انا عامله النهارده وكده. فقال لك المشكله اللي عملت تضخم في ده ايه؟ او الموضوع ان احنا ما لحقوش يواجهوا، يعني ما خدنا الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي ما خدش قرارات سريعه للمواجهه، يعني قعدوا يستنوا. فقال لك الانديه الاوروبيه الكبيره اللي هي سماها الانديه الاستقراطيه اتاخرت على امل ان الموضوع ما يكبرش. تمام. فالموضوع كبر. فبدا يلم بس يلم متاخر. فقال لك اصل الجشع والطمع بتاع الانديه الاوروبيه، عشان كده باكد على كلامك مفيش الغاء، ان احنا اتاخرنا في المواجهه، فبدات حاله واثنين وثلاثه واربعه، فبدات ناس تعمل حاجه، بدانا بايطالينا والاسبان والاخر. فقال لك ده خلى الدنيا بالبلدي كده فرطت من ايديهم. لكن ما حدش اتكلم على الغاء، لكن قال لك بامانه لغه مصالح، لغه بيزنس في اوروبا انديه كبيره، لكن انت بتتكلم الغاء ما حصلش. طيب تعال نشارك بقى الانديه المصريه في الموضوع. لان خلاص الموضوع دخل في الجد طبعا، ولازم ناخد تجربه الفيفا والقرارات اللي صدرت لانها توصل للاتحاد المحلي. ده لازم. والانديه تشارك معانا في الحدث، واحنا لحظه بلحظه، ولازم نسبق بخطوه. بالظبط كده. انا معايا على الهاتف المهندس محمد فرج عامل رئيس نادي سموحه. باشمهندس فرج برحب بيك، ومعايا طبعا في الحلقه الاستاذ ممدوح فهم الناقد الرياضي. اولا انا بشكرك يا استاذ محمد، وبرحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ ممدوح طبعا. ازيك يا باشمهندس؟ حضرتك يا باشمهندس بتمنى لكم التوفيق ومنورين. اهلا بيك يا فندم، وسعداء بوجودك معانا، لان هنناقش موضوع مهم جدا. اتفضل. وهو هيبقى موضوع الساعه الفتره الجايه، بس احنا لازم نسبق ونبقى دايما مطلعين على قرارات الفيفا والكاف وكل. الله يخليك يا رب. طبعا الفيفا خد قرارات وكنا بنتناقش فيها في موضوع الاجنده هتترحل، والاتحاد الدولي هيراعي ده. موضوع مواعيد القيد هيتم تعديلها الفتره الجايه بما يتوائم مع تعديلات الاجنده الفتره الجايه. حمايه عقود اللعيبه وهيتم تعديل في اللوائح عشان التوقف ده ما ياثرش على الانديه والاتحادات. وكمان هيكون في صندوق دعم للاتحادات اللي ممكن اقتصاديا تتاثر بسبب ايقاف النشاط. تعليق حضرتك وموقف سموحه والاراء اللي كانت بتتقال من البعض في نلغي النشاط ونريح دماغنا. لا انا ضد الغاء النشاط. تمام. انا ضد الغاء النشاط لان احنا في حاله مؤقته. ولازم يكون عندنا نوع من التفاؤل. وطبعا الغاء النشاط ده هيعود بالضرر على ناس كتير، على كل الاطراف. تمام. وبعدين مش مهما كانت المشكله ومهما كانت صعوبتنا لازم ان احنا نسعى الى الحل، ولازم نلاقي طريقه ان احنا نخرج من هذا المأزق وناخد اليابان عبره. اليابان قالت انا هلعب الدوره الاولمبيه مظبوط في هذا الموعد. ودلوقتي الحمد لله بدا يظهر نوع من التفاؤل، وابتدت دول عديده تعلن ان لقيت ادويه، والصين خلاص تغلبت على هذا المرض. فان شاء الله انا متفائل خير ان باذن الله هيعود الدوري. ممكن الدوري يتاخر شهر، ممكن يتاخر اقل اكتر، نحط كذا سيناريو. النهايه لابد ان احنا نكون متمسكين باستكمال المسابقه ايا كان هذا الموضوع، وده الوضع الافضل. وده الوضع الاصلي. بالنسبه لان الفيفا خدت قرارات، القرارات اللي خدتها الفيفا دي كلها لصالح اللعبه ولصالح اللاعب ولصالح النادي. ان طبعا فتره القيد تتغير حسب انتهاء الموسم، وان العقود تمتد لنهايه الموسم، واخد بسيادتك، وان طبعا الانديه ملتزمه بعقود اللاعبين. مش عايزه كلام. اكيد اكيد. فانا شايف ان هي دي الخطوات السليمه للخروج من هذه الازمه. طيب الاستاذ ممدوح فهمي برضه هيشاركنا الحوار، لكن عندي سؤال. هل الانديه هتطلب من الاتحاد المصري عقد اجتماعات الفتره الجايه؟ طبعا للاسف مفيش رابطه عشان تقعدوا وتشتغلوا وتشوفوا المرحله الجايه، لكن الاتحاد المعني بالنظام انا بتمنى ان يبقى في رابطه، بس للاسف مفيش رابطه. فهتعملوا ايه الفتره الجايه مع الاتحاد المصري في هذا الموضوع بعد قرارات فيفا كمان؟ لا احنا اللي بيطبق اللي الفيفا بتقوله هو ده بيبقى ميثاق العمل. صح. يعني الفيفا هي اللي بتدي الخطوط العريضه
ونبتدي الخطوط والحلول اللي بتمشي على الاتحادات المحليه. تمام. فالاتحاد اللجنه اللي بتدير الاتحاد كره القدم ده اللي معينها الفيفا. صح. فهي ملتزمه بقرارات الفيفا. اكيد اكيد. طب استاذ ممدوح عايز يشاركنا في الحوار لو عندك سؤال. هو بس كده مشكله يا باشمهندس فرج النهارده لو انا لغيت المسابقه زي ما البعض بينادي الناس اللي هتصعد هتصعد ازاي؟ واللي هيهبط هيهبط ازاي؟ ما انا كده هيبقى الموسم الجاي عندي 22 فريق ولا عندي تصفيات كاس عالم هعمل الدوري مجموعتين؟ ولا هيخلص امتى؟ ما ينفعش الغاء صح؟ ما ينفعش خالص ما ينفعش ما لا. دولة في العالم قالت انها تلغي المسابقه ايا كانت الغاء المسابقه ده هروب من الواقع بالظبط بالظبط هروب من الواقع انا ضد الغاء المسابقه لان والا كل سنه هنلاقي اسباب نتحايل عليها ونلغي المسابقه ونلغي المسابقه كلها على حسب المصلحه ينفع الكلام ده خالص بالظبط على حسب المصلحه يا باشمهندس فرج بالظبط احنا بيحكمنا المصلحه العامه تمام لكن موقف نادي قمنا مبدا تشجيع الرياضه تمام خدت بالك وان احنا ما نضرش بمصالح اي طرف من الاطراف مظبوط ولا الشركات الراعيه ولا الانديه ولا المحطات الفضائيه ولا اللاعبين ولا اي طرف من الاطراف هو الموسم اللي فات الموسم انتهى امتى الموسم؟ مش بعد كاس الافريقيه؟ في شهر 9 صح يا باشمهندس؟ الموسم اللي فات يعني الموسم اللي فات امتد بعد بطوله الامم صح ولا انا غلطان؟ طيب ما ايه المشكله بقى كده؟ مفيش مشكله انا بقول صح يعني انا ضد الالغاء الغاء مش مفهوم اخرنا انا ضد الالغاء صح كده تمام يبقى موقف الالغاء الالغاء هو مبدا الضعفاء بالظبط مبدا الضعفاء واصحاب المصالح يا باشمهندس برضه طبعا تمام اصحاب المصالح اللي بغير الصالح العام بالظبط كده تمام يبقى موقف نادي سموحه وموقف حضرتك كرئيس لنادي سموحه مع استكمال النشاط ونشوف حلول وسيناريوهات للمرحله الجايه خاصه انا مش مع استكمال النشاط انا مع لابد استكمال النشاط ان هذا الموضوع لا نتكلم فيه على الاطلاق تمام تمام طبعا مش محل نقاش مع الوضع في الاعتبار برضو الجزئيه الاساسيه اللي احنا بناكد عليها سلامة الناس طبعا بالظبط طبعا لان صحه الناس اهم من الرياضه واهم من كل شيء بالظبط لا خلاف على ذلك لكن مع ده نبدا نشوف سيناريوهات ونشوف شغلنا طبعًا. ونبدا نشوف طبعًا. الحلول الفتره الجايه خاصه ان في بوادر خير باينه يعني فرنسا اعلنت ان في دواء وروسيا اعلنت ان في دواء وامريكا قالت في دواء والصين طبعا قبل كله قال في دواء بالظبط كده ان شاء الله باذن الله هنتغلب على هذه المشكله باذن الله ان شاء الله باشمهندس فرج سؤال اخير اكيد عندك لاعبين اجانب في سموحه موجودين في مصر اكيد في موجودين محدش سافر محدش سافر تمام بحييك على هذا القرار اشكرك العفو شكرا جدا يا باشمهندس وبالتوفيق يا رب ليك ولسموحه الفتره الجايه شكرا جزيلا مكالمة كانت في وقتها جدا انت بتكلم في حد برضه وسموحه فريق محترم جدا مع كابتن عمرو يبقى شكله محترم صحيح ضايقنا في ماتش خانم مع الاهلك زي بعضه كان حاجه تحديدا ما جاش حاجه زي بعضه لكن انت بتتكلم في حد برضه يعني بيتكلم بشكل عملي انت بتتكلم الموسم اللي فات قلت حاجه كان انتهى امتى؟ شهر 8 طيب اول 8 يعني اشمعنى بقى المواد الجايه احنا بقى نحك فيه نقول يا جماعه لا بدري ما ينفعش فطالما جت ظرف طارئ واحنا قلنا الموسم اللي فات موسم استثنائي علشان كاس الامم حصل والاهلي قال امين ما قالش لا وكمل بعد الكاس حصل اشمعنى بقى المره دي؟ احنا لسه ما شاء الله في شهر لسه ما جاش في شهر 4 ولا حاجه فالدنيا لسه معانا ولسه في وقت فما فيش داعي ما نسمعش الاحداث نروج في فكره يعني خاطئه لان هترجعك الكره المصريه 20 سنه ورا نظرا ما انا الغي مسابقه هطلع اللي تحت ازاي وانا الغي ليه والعالم كله رايح في اطار تاني وانا لازم امشي عكس الاتجاه اقول لسيادتك خلينا في التوابع خلينا يا عم انت بتتكلم صح وراجل غرضك حاجه كويسه ماشي لما انا هصعد من تحت ازاي اللي فوق عندي هيهبط ازاي؟ ده ما هو اكيد لو لغى فوق عايز يلغي تحت ما هو فادي مش لا والانديه تحت على فكره رفض لا استنى لا الغي تحت اظلمهم يعني ناس بقى لها فوق النص موسم عماله تكافح وتحارب عشان تلاقي مكان ده تحت ناقص لهم شهر ويخلصوا بالظبط خلاص بقول لحضرتك اهو والصوره تقريبا شبه بقت واضحه مين بينافس فوق مجري دول بعد الموسم ده اقول لهم متشكين عليك يا محمد مره اخرى عند مين ان شاء الله يبقى الكوره في ملعب اتحاد الكوره يا فندم اي فندم اتحاد الكوره لسه حاسس اتحاد الكوره قال يا جماعه انا مع قائد الدوله ده كان محترم امبارح في الأربع عندنا ده قرار محترم لما قرار دوله وزاره الرياضه هي تقول ده صح لكن انا بتكلم على التوابع السيئه التوابع يا فندم مين هيصعد من تحت لو صعد من تحت 4 وعندي فوق 18 22 مين بقى يستحمل ده والموسم الجاي عندي كاس عالم تصفيات كاس عالم وعندي حضرتك افريقيه وعندي اللي هي في الكامل 2021 عندي جدول ملوش حل وانا حل ازاي وانا مش هروح بعيد انا بسترشد بقرارات الاتحاد الدولي اللي هو الغطاء الدولي لكل برافو عليك
وبين الناس مستعجله ليه يا اسمع محمد؟ هو الاهلي خلص خلاص، الاهلي الدوري خلص خلص، خلينا نتكلم بالوضع والقلم وبالحساب والجغرافيا وكل حاجه، الاهلي خلص. بس انا بتكلم بقى عن الناس الثانيه اللي هتخش افريقيا ثاني او ثالث كونفدراليه حسب ما ربنا يوفقهم، الناس اللي هتصعد من تحت هتطلع من فوق، يعني الدوري خلاص خلص. بس الموضوع شوف احنا في قناه الاهلي، انا بقول لك بامانه الموضوع له علاقه بصناعه اللعبه اللي يعني بيستفيد من ورائها حوالي 2 مليون شخص. تمام، وبالكره المصريه انت المصرية. بتتكلم تلغي موسم دي كارثه. بس يقول لك ايه، اصل انت بتختصرها في اثنين بطل الدوري يا فندم. الاهلي خلص، الاهلي الدوري الاهلي الموضوع منتهي منتهي يعني. والاهلي حامل لقب سيادتك، مش هيزودوا لقب. الاهلي 41 بطوله واقرب حد ليه 12 بطوله. ده حقيقه، انا مش بنجامل، يعني ده واقع ولا احنا بنجيب حاجه من عندنا ولا نرجع كتب التاريخ؟ اروح الارشيف واجي لك كمان شويه؟ لا ما اصل الناس اصلا بتحس ان انت بتتكلم ومش ده، احنا بنتكلم في واقع، بنتكلم دي ارقام، الارقام بتقول ده 41 دوري واخبار سيادتك بيحلق لوحده فوق كده مع نفسه، والناس تانيه 12 دوري وبتاع مع عدم التقييم، بس ده واقع صح؟ فاحنا لا دوري هيزودك ولا دوري ايه؟ هينقصك. انت بتتكلم في مصاحف الكره المصريه، يوم الكره المصريه ما اتلغى موسم ليها ساعه لما قعد النكسه، الكره المصريه كانت ورا 10 سنين صح، 10 سنين. انت بتتكلم في لعيبه قعدت في بيوتها، ولعيبه ما خدتش مساحات، وانديه تراجعت، بتتكلم في منظومه كلها ضاعت. عشان ايه؟ خش في عصر احتراف، انت عندك عقود لعيبه اجانب، عندك عقود لعيبه عند مدربين اجانب، عندك ناس ملتزمه في اجنده. لما انا الغي ده المنتخب هيعمل ايه حضرتك؟ كابتن حسام بدا يعمل ايه؟ هجيب منين؟ هجيب منين؟ صح. انا عندي بره محترفين مع احترامي عندهم عصابة على قد الواحد زي الاول صح؟ صح. قوامك الاساسي مين؟ عندك في الدوري، مفيش دوري، هعمل منتخب منين؟ وانا عندي بقى اهم ما يتلم، عندي توجو ماتشين ضرب نار ما همش حل تاني، والله هيتلعبوا بقى مش هيتلعبوا، والله الكلام ده غلط، هيتلعبوا يا فندم، وعندي اصفاق كاس عالم، وعندي موال، يعني حسام البدري كده لا يكون فعال. فالناس تتكلم تكلم، يبقى بيتكلم كلام منطقي بعيد عن الاهلي. بقول لحضرتك الاهلي خلاص الموضوع عنده خلصان، هو الفيفا هو الفيفا قال انا هنشئ مجموعه عمل لمراقبة الوضع الحالي والعمل معا عن قرب للاتفاق على نهج منسق لمعالجة عواقب هذا الوباء. تمام، اغير في الاجنده، اعدل فترات القيد، اعمل لوائح او اعدل في اللوائح عشان تحمي عقود اللعيبه وتحمي حقوق الانديه والاتحادات. تمام، فبالتالي هو حط لك الاطار اللي انت تلغي يعني من قاموسك فكره الالغاء. ايوه، لانه الفيفا بيعمل ايه؟ الفيفا عارف ان الدوريات كلها محترمي يعني عارف دايره واحده، معنى ايه؟ في محترفين وفي لعيبه وفي انتربطات وفي كذا. لما انا في جاره قلم هو لا ما فيش كذا، لا انا بهد منظومه، انا بهد منظومه كامله. ممكن يقول لك ايه، راح حل شهر، راح حل اسبوع، هتقول لي بتاع مهيوري 2010 اجيت يا فندم مختلفه. ليه سيادتك مختلفه؟ المواعيد مرتبطه، هخلص الاجنده بتاعتي المحليه 2005 سوري في شهر مايو، مش هينفع اخش في 2000 في شهر 6 كاس امم، لازم اخلص قبليها بدري. هي كده، لكن دي كوبا امريكا نفس الحكايه، لكن دوريات لا مالهاش علاقه، مالهاش علاقه. دي ان الكاف لغايه النهارده وبرسيات ما لغاش كاس امم افريقيه، لكن اجلها 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 لاجل غير مسمى كمان، غير مسمى لغايه ما الدنيا يشوف الدنيا ماشيه ازاي، ماشيه ازاي. فبالتالي ما سمعناش حد الغى، هو كل قال هي للاسف طلعت من تأجيل. بعض الناس في مصر، بس احنا عشان يعني الحمد لله في نفس اليوم اللي جت طلعت فيه التصريحات الغريبه النهارده الكل حتى لما بيتداولها وبيقراها، ايه الكلام ده؟ ليه الكلام ده اساسا؟ اصل ممكن يكون في لعيبه عندها كورونا ومش قايله، فازاي هرجع النشاط؟ طب هو المفروض اصلا كمان الاتحاد المصري لكره القدم في التوقيت الحالي اللجنه الطبيه تدي او تطلع منشور تلزم بيه كل الانديه ان يتعمل فحص على كل اللاعبين. انت عاوز تقنعني وانت يعني انت عارف مثلا يعني لو في اطار دي فكره، عاوز تقنعني ان مفيش عند في الانديه بتاعتنا حد بيكشف على اللعيبه ويعرف عندهم ايه؟ انا داخل عندكم دلوقتي اتكشف عليا. مظبوط، بقى هقول لك بقى واطمنت، فاقول لولادي اطمنوا ما تخافوش، لما يجيكم البيت ما تقلقوش. تمام، اقول حاجه اللي بيوصل لغايه هنا بيبقى الحمد لله امان، صح كده؟ مظبوط. فالناس كتر خيرهم، هل انت بتقنعني الانديه كل دي باجلات قادره وصرفه ملايين مش هتكشف على لعيبتها؟ ده في نقطه مهمه جدا وسالت فيها المهندس فرج عامر، لعبتك الاجانب سافروا ولا لا؟ قال لك ايه؟ قال لك لا موجودين. ايه معناه ايه سيادتك؟ هو عارف وعارف، يبقى الدنيا تحت السيطره. يبقى الدنيا عند سعادتك ايه؟ اكيد مش وحش اصل البعض سفر، بس انا حبيت اساله السؤال ده عشان نعرف ان الناس اللي حريصه على المسابقات وحريصه على الكنوز اللي عندها، اصل اللعيبه اللي موجوده دي عباره عن، انت بتتكلم عن اقدر اقول ايه؟ ماده اقتصاديه كبيره مهمه، صح لازم صح احافظ عليها. تمام، لازم احافظ عليها واحافظ على المسابقه واحافظ على النشاط بالظبط، وصورتك انت قدام الناس بره. بقول لك اذا كان الصينيين محترمنا ليهم الله يسامحهم بقى اللي عملوه، بندعي لهم على العموم واخبار سيادتك، يعني ما عملوش كده، يعني الصينيين ما فيش عندهم، يعني في لعيب من الصين كان في محترف اعتقد في توتنهام او حاجه زي كده، لما راح انجلترا
وكشفوا عليه وكذا، يعني هذول حتى الصينيين ما عملوش ده، يعني ما عملوش ده. اجي انا بقى النهارده اعمل البروباجندا دي واعمل الشبوره دي عشان هدف في نفس يعقوب الغي المسابقه عشان ليه؟ عشان ايه؟ فده كلام يعني صفر فارغ. والمهندس فرج عام من الشخص المحترمه قطع شكوين قالك انا ضد الغاء المسابقه. رحل اسبوع اثنين ثلاثه غير مشكله من حتى لو كانت لخمسه طالما الظروف لم تسمح. سؤال كاس افريقيا الموسم اللي فات والدوري خلص امتى؟ شهر 8 حصل. مزبوط. انا بقول لسيادتك الدوري بتاعك هيخلص قبل 8 وفي مواعيد، ولو خلص في 8 او بعد 8 مفيش مشكله يا فندم، ده العالم هيغير قيد. يعني مواعيد القيد اللي كان عندك فيها ازمه، لو فيها ازمه ده هيبقى العالم كله. يبقى ايه مشكلتك بقى كده؟ مفيش مشكله، خلاص كده الموضوع انتهى. الموضوع انتهى، المفروض الناس ما تتكلمش فيه. اتقفل بقى، اتقفل، ما حدش بقى يروج اصل احنا كذا، اصل والاهلي يستحق المسابقه. هو الاهلي مستني بطوله بس، الاهلي يفتح دولاب كمان بس يكفي البطولات اللي عنده اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. طيب اولمبياد طوكيو، واحنا بنتكلم مع حضرتك النهارده كان في اكتر من فيديو كونفرنس، وحسب التوقيتات حسب القارات طبعا، لجنه الاولمبياد الدوليه مع قاره افريقيا كانت من 6 ل 7. تمام، لو في جديد ان شاء الله مع زملائي في الاعداد لو تبلغوا في اي حاجه اكدوا. اللجنه الاولمبياد الدوليه اكدت ان اولمبياد طوكيو في موعدها. حصل. طيب معلومات حضرتك في هذا الموضوع؟ معلوماتي ان حتى هذه اللحظه مع حضرتك اليابان لم تتخلى عن موعد اقامه طوكيو، اولمبياد طوكيو. وترامب اليابان جرى للصين فندم، ده حدود مشترك. حدود مشترك. ودونالد ترامب طلب رئيس الوزراء الياباني يعني تعديل ميعاد، كان ده نهايه الاسبوع ده. قالوا لا احنا ملتزمين بالميعاد وملتزمين بكل حاجه، لان امريكا عندها اكبر نسبه بتبقى طبعا بتشارك في الاولمبياد طبعا كباسه. فبالتالي لغايه هذه اللحظه اليابان متمسكه بالميعاد. ليه بقى؟ الناس دي منظمه قوي، والناس دي عارفه عامله كل التسهيلات للوقت ده. الوقت ده بتاع الاولمبياد ده الدوله كلها، انا حضرت اولمبياد في الصين في نانجينغ في 14، الدوله كلها بتبقى مسخره للهدف ده. فبالتالي انت مستقطع مني في الفتره الزمنيه دي وقت هاخده، يعني كل اجهزه الدوله شغاله للاتحاد ده. فلما اجي اقول لهم لا مش هتعمل في ده، انا الخسران مش انت. ما انا خلاص انا حددت ميعاد البطوله دور. طب ما تقول لي بقى اصل في تطورات يا فندم، ما انا شغال، ما انا بعد، ما انا بامن، ما انا واخد كل اجراءاتي، فايه الداعي ان انا اجل؟ خصوصا حسب ما الكلام حتى كان دكتور اشرف صفحة زي هذا المحترم اكد قال لي الفيروس ده فيروس شتوي مش صيفي. فالاولمبياد اوريدي في الصيف 23/7. فبالتالي يعني ان شاء الله ما فيش حاجه، فبالتالي في تامين. لا واليابان دوله عاليه جدا منظمه جدا، فانت خلاص انا وضبت كل حاجه، انا باخد اجراءاتي وكل حاجه. ما تشرب حتى برضه قال نفس الكلام، قال لغايه دلوقتي ما فيش اي تاجيل للدوره الاولمبيه، واحنا شغالين استعداد لعيبتنا سواء في الجيمات او كذا بيحاولوا يستعدوا. فاليابان متمسكه بالميعاد، وحتى هذه اللحظه الدوره الاولمبيه في ميعادها. الدوره الاولمبيه في موعدها. في موعدها. طيب فكره بقى ان اللجنه الاولمبيه الدوليه بقياده الالماني او برئاسه الالماني توماس باخ ان هو يعمل فيديو كونفرنس مع كل قاره على حده، لدرجه حتى ان كان بيتم ضبط المواعيد عشان تبقى القاره في ميعاد مناسب لاجراء المحادثات. تمام. وصلنا لمرحله اللي احنا حتى مش قادرين نعمل اجتماعات وبنعمل فيديو كونفرنس مع الجميع. لا بالتليفون. حتى النهارده مجلس فيفا برئاسه جياني انفانتينو كان برضو من خلال الفيديو كونفرنس. ما هو سيادتك احنا بنكتفي بالتليفونات. يعني اتحاد الكره ربنا يخليه بيمر على الاعضاء تليفون تليفون. بس الكارثة لو حد فيهم بقى كارت وخط قطع تبقى مشكلة، خلي بالك دي مشكلة. تمام. فهي النقطة كلها لغاية ما أنت بتتكلم المفروض اتحاد كورة وجبت الفار وجبت مش عارف إيه، اعملوا بقى بريس كونفرنس بقى بينكم وبين بعض بالبس، يعني اتليست يبقى الكلام كده. لكن التليفون برضه ناس تتناقش وبتاع، لكن هو اجتماعات طبعا ممنوعة، لكن أنت بتتكلم أهم حاجة يبقى التنسيق موجود. أنا عايز يكون في تنسيق من دلوقتي من الاتحاد المصري، يبقى في بلان واضح. أنا في رأيي الشخصي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بعد قرار سيادة الرئيس بنكرمه ايقاف الدراسه وان هو تجمعات مده اسبوعين ان شاء الله، ان شاء الله الدنيا هتهدى. يعني الدنيا يعني احساس وتفاؤل زي ما قال المهندس فرج، الدنيا هتهدى بعد الاسبوع رغم الظرف الاستثنائي. لكن بجد بجد انا كمواطن مصري انا سعيد جدا 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 باللي بتعمله الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره. مجهود غير عادي بجد، مجهود غير عادي. يعني مع احترامي للجميع في اي مكان في العالم اكتر حاجه ممكن تواجهك ايه؟ الفيروس. لا ده انت عندك تحديات كتيره، ومع ذلك في موضوع الفيروس تحديدا انت من افضل الدول اللي بتتعامل مع هذا الامر، ومش مش كلامي ده كلام منظمه الصحه العالميه. لا وانت لمسه. لمسه في ايه؟ ليل نهار استشهادات واستشهادات، داخل المترو استشهادات، في الشوارع استشهادات، بتنصح الناس، بتحذر الناس، فبالتالي في متابعه والاعداد ابتدت تقل والحمد لله رب العالمين. النهارده انا شايف المترو كان حتى خفيف شويه، الشارع كان خفيف شويه، دي حقيقة. الناس ابتدت تلتزم. ده في حاجه اهم من كده كمان، الصراحه والوضوح في المعلومه ده مهم. يعني خلي بالك يعني ايه، يعني ده عاجبني بامانه في الحكومه، ما تبقى امانه رب يعني ايه، لا في خمسه كذا ونخفوا كذا ونعالج كذا، ده يخلي المواطن ايه؟ يطمئن.
ما هو انت لو ضحكت عليا وسمعت معلومه انا من بره ولقيت الدنيا مش لطيفه يا عم انت بتقول ايه؟ ده كلام جرايد، ده كلام حكومه، لكن بامانه المعلومه الصحيحه بتطلع سواء كتير او قليل الاعداد، لكن ده بيريحك، بتحس فيه مصداقيه، المصداقيه دي 50% منها بتشيل الخوف اللي جواك. صح طبعا. ان في ناس مسؤول عنك، في ناس بتتابعك، في ناس عندها القدره انها بتاول باول بتلحق، فده شيء بامانه يحترم يعني تقدير خاص للحكومه بامانه. طيب في جزئيه متعلقه، هل المعسكرات المتعلقه بالمنتخبات، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي؟ طيب. خلينا في اطار المنتخب الاولمبي لان هو دوره طوكيو، طالما اللجنه الاولمبيه الدوليه اعلنت ان هي خلاص في موعدها اكيد هيكون في معسكرات واستعدادات. تمام. ايه اللي ممكن يتعمل في الفتره دي لو عندك تفصيل او معلومه ممكن تلفل في الفكره دي؟ هو كابتن شوقي طبعا متمسك بمعسكر، بس هو زي ما قلت لحضرتك احنا بس الاسبوعين دول بعد الاسبوعين ده يا استاذ محمد هتبقى الدنيا بانت. يبقى ان شاء الله ان شاء الله الحالات انقرضت ان او على الاقل تقل. تمام. فهتبقى الدنيا ايه تعرف تحكمها. فبالتالي كابتن شوقي يعني حاطط في البلان بتاعه ماتشتين وماتشين وديين، اعتقد منهم واحد مع البرازيل اعتقد كان في دوره البرازيل والارجنتين ومنتخب كرواتيا، فهو بس هو مستني برضو ده على مستوى العالم كل مستني اول اربعه يشوف الوضع ايه، لان زي ما بقول ايه الحرمه بتعلى من 26 27 الفيروس بيموت ان شاء الله باذن الله تعالى. فبالتالي انت مستني الطقس بس معاك يظبط، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. فاعتقد كابتن شوقي ان شاء الله في معسكر ليه باذن الله في شهر 4 باذن الله تعالى يكون الدنيا وضحت باذن الله، وعاوز يعمل كام ماتش ودي برده ان شاء الله، تتكلم برده في اولمبياد وحلمنا في ميداليه، ده برده يا رب باذن الله، ده امل كبير يعني. لا وجيل انا امبارح كنت كمان بحسب الفكره مع الكابتن احمد بلال، نفترض مثلا ان البطوله دي لا قدر الله كانت اتاجلت للسنه الجايه، ما هي اللعيبه دي السنه الجايه هيبقى سنها طبقا للائحه اكبر، مش هينفع تلعب مش هتشارك. تخيل انت بقالك كتير ناس عماله تتكلم اصل رمضان صبحي مواليد 97 مش هيكبر، ويوم ما يجي يلعب اولمبياد المقوله اللي بتتقال بقى تبقى بجد يعني. برافو عليك. مش هينفع، بس هو مش هينفع لان الاعمار السنيه ده لازم يغير في اللائحه، بيغير في اللائحه وده مش هينفع. هم ثلاثه فوق السن مش اكتر من كده، فانت بتتكلم في جيل برضه حلمه امنيته وحقه يشارك في الاولمبياد، ده تاريخ بيتكتب اكيد صح؟ صح. فبالتالي لما ده ياخد حقهم والناس تعبت جابت لنا بطوله فرحتنا وبحياتك وتعين اول ما حصل قبل كده، فطبعا ده حقهم. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله المنتخب الاولمبي هيعمل حاجه كويسه يا رب باذن الله. طيب هعلن على حضراتكم او هاتلوا على حضراتكم بيان اللجنه الاولمبيه الدوليه ان هي بتاكد انعقاد دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو هذا الصيف في موعدها المقرر، وذلك على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء فيروس كورونا. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان بعد مؤتمر تليفوني استثنائي مع الاتحادات الرياضية الدولية، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأربعاء، إن اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال ملتزمة تماما بإقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 في تصريحات قبل أكثر من 4 أشهر من موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية، فلا توجد أي حاجة لاتخاذ أي قرارات صارمة في هذه المرحلة، لذا فإن أي تكهنات في هذه اللحظة ستكون غير مثمرة. وقال البيان أن اللجنة الأولمبية الدولية تشجع جميع الرياضيين على مواصلة الاستعداد للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بأفضل جهد ممكن، مضيفا أن اللجنة الأولمبية الدولية على ثقة من الإجراءات العديدة التي تتخذها العديد من السلطات حول العالم ستساعد في احتواء تفشي فيروس كورونا. هذا البيان جاء في ظل التكهنات اللي قيلت بخصوص اليابان وعدم استضافة الأولمبيات الفترة اللي جاية، لكن إن شاء الله انطلاق البطولة هيكون يوم 24/7 القادم بإذن الله. كلام حاسم وفاصل وواضح. انت كده خلصت كل حاجه، يمكن يعني دي الوكاله الرسميه لليابان، فهي بتنقل حاجه فدي حاجه رسميه. لا كده خلصت. بقول لك اليابان عامله سيناريوهات، السيناريو بتاعها ايه؟ يقول لك شهر 7 الصيف داخل الدنيا بتبقى مختلفه، انا واخد اجراءاتي وبعدين لسه شهر 7 لغايه 3 فده 4 شهور. ما اقدرش حاليا اقول يا جماعه ما ينفعش خالص الغاء، وبعدين بقى لي 4 سنين محترم اليابان عمال 4 سنين تستعد ويقول لك هتبقى دوره ما حصلتش، سواء من ناحيه التنظيم، من ناحيه الاستعداد، من ناحيه الحاجات يعني تبقى جامده جدا. فمجيش في غرض عالم اقول كاس، خصوصا ده دي دوري اولمبي يعني كاس عالم. لا اللي بص يا استاذ ممدوح، اعتقد اللي حصل في خلال الساعه الماضيه دي قرار فيفا والمجلس الاتحاد الدولي خلص كل قرار الاولمبيه الدوليه قفل الكلام، ما اشوفش بعد الحلقه او بكره سين بيصرح صاد بيقول الموضوع اتقفل. ما انا بقول لسيادتك ما حدش قال الغاء، خلاص بقى الموضوع اتقفل. حتى بقول لك يورو 20 اي حد عنده مصلحه يستنى بقى ونشوف، لا اللي جاي اهم للكل. بس يعني يورو 20 او كوبا امريكا كما كان بيقول لك ايه الغاء النسخه حاليا من يورو 2020 صح؟ كانت سهله خليها 2024
حينك حين ربنا. كوبا امريكا نفس الحكايه، لا وقال لك تاجلها للسنه الجايه. ليه؟ قال لك عشان الاجنده هتبقى داخله ببعضها، فكده كده لا ناجلها بس سنه مفيش مشكله. اكتر استسمي. حاجه كانت تقلق الناس عقود اللعيبه وفترات القيد. طبعا اتحلت واتحلت، والفيفا صاحب القرار قال لك ما تقلقش بحاجه، دي عندك ودي عندك وعدل المواعيد بس خلاص. في مشكله كده ده حل الموضوع جزئيا ده كده خلصت بقى بالنسبه لي. بالاضافه الحمد لله زي ما كان مهندس اتفرج في بوادر ان شاء الله خير وفراجه، والدنيا بدات تظبط والدنيا بتتلم بإذن الله. ففيش داعي احنا يعني نزيد في الزيطه مع الناس. طيب وهنحاول الفتره الجايه ان شاء الله معاكم كده، يعني جبنا طبعا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، هنحاول سواء في الحلقه النهارده او في الحلقات الجايه نشوف ونشوف كده استطلاعات اراء الانديه في هذه الملفات، خاصه بعد قرار فيفا اللي ممكن يتقال قبل هذا القرار كان شيء واللي بعد هذا القرار اعتقد هيبقى شيء ثاني. فهنحاول نتابع ونشوف كده استطلاعات راي الانديه ورؤساء الانديه الفتره الجايه في امكانيه ان يكون في اجتماعات مع الاتحاد المعني لوضع سيناريوهات للمرحله اللي جايه. طيب عايز اسالك على فكره البطوله الافريقيه للانديه، مسابقات الانديه. احنا طبعا كنا نتمنى يعني ما تكونش في الاحداث دي ونشوف بقى المواجهات القويه الصعبه الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. شايف المستوى ازاي والمباريات دي هتبقى ازاي؟ هقول لحضرتك فتره التوقف دي اكيد هتاثر على كل الناس، على اللاعبين اكيد طبعا فنيا وبدنيا كتير. انت بتتكلم في ناس قاعده في بيوتها برضو مفيش تدريب مفيش كذا، فلكن اللي يحدد بقى انت بتتكلم التدريب هيبدا امتى؟ هيبدا كل نادي هيستأنف تدريباته امتى؟ يعني اعتقاد الله يكون فون فايلر طبعا مستر فايلر في الوقت ده هو على الدولتين على الفرق المصريه والمغربيه القرار واحد. انا واخد بالي بس انا اللي يخصنا احنا في القناه هنا طبعا فايلر طبعا واخد بالك. فالله يكون في عون بيتكلم برضه انت ايه، هو وصل لفورمه معينه وتيه معينه وشكل معين، الاهلي بقى مختلف معاه بامانه ربنا. يعني لو سالته فرح هيقول لك يومين ثلاثه لكن مش اسبوعين يعني خليهم اربع ايام مثلا. لكن انت بتتكلم مش اسبوعين كتير على لعيب كوره عنده، انت بتتكلم فتره اعداد جديده مظبوط، انت بتتكلم في لعيب مريح فهاخده فتره اعداد جديده فنيا بقى وبدنيا وزي حاجات تانية. فانت بتتكلم برضو هيبقى يعني لو هيبقى دوري الابطال هو دول اربعه كام اربعه ده اللي يحدد، هتبدا انت قد ايه تلعب ماتش او اثنين في الدوري ان شاء الله ان شاء الله ده حد معاك هيطلع معاك لعيبه تاني. لو انت بتتكلم بقول لك فتره توقف طويله طويله مفيش تدريب حتى، انت بتتكلم تدريب حتى ممنوع، تجمع ممنوع مظبوط. فدي مزبوط. مشكله كبيره مزبوط. على الفرق على الدولتين انا معاك على الدولتين جميع. على الجنب السته برضو بتتكلم ان الاهلي طامح والاهلي كبير والاهلي صاحب رقم القياس، فبرضه بتبقى وجعاك انت قوي لان انت بتعود دايما على البطوله. وفنان بعد مباراه سان داونز انت واصل لكيرف عالي ممكن في التوقيت ده اعلى من الوداد، الله اعلم بعد التوقف ده والرجوع هيبقى مستواك عامل ازاي. انت في سان داونز عملت ماتش عبقري تكتيكيا عبقري وعرفت تلعب فريق. قعدت هنا مع الاستاذ قول معايا المذيع محمد الجندي استاذ محمد الجندي قلت له نفسي سان داونز بيقول لي بقى يعني مش عاوز اسمه ايه دوت انت بتتكلم قبل القرعه قلت له سان داونز مش عاوز الترجي ولا اسمه ايه الثاني بتاع كونغو مازيمبي قلت له انا دول لا مازيمبي هي في ملعبه مزعج بالزبط. مزعج والترجي شمال افريقيا ممكن لكن بيلعبوا كوره فسان داونز فريق جامد قوي خلي بالك من اجمد فرق اقوى فرقه في دور الثمانيه معاك بامانه ده حقيقي بيلعبوا كوره حلوه قوي. فالاهلي في الماتش ده وصل لكيرف زي ما انت قلت عالي قوي. فانا بقول لك التوقف ده معاك هيقلقني فنيا بدنيا قبل ما تلم اوراقك وخبرسياتك وتوصل لعيبه للفورمه تاني. انت بتعمل فتره اعداد تانيه دي مشكله بالنسبه للجهاز الفني. لو التوقف طول شويه مثلا لا قدر الله لغايه منتصف ابريل اكيد هيبقى في كلام على مواعيد دور الابطال دوري الابطال ده لازم. يعني استحاله انت مثلا في مصر اصل الامر متعلق كمان بالدولتين يعني ممكن مصر تستأنف في النشاط ان شاء الله ولا قدر الله ممكن المغرب بتستأنف لا قدر الله تستنى شويه ممكن تستنى شويه اكيد هتبقى الامر بالنسبه لها مش مناسب تمام صح ده وارد جدا. انا امبارح سمعت معلومه قال له الكاف بيفكر يخلي دول اربعه ماتش واحد يبقى في الكاميرون وفي الكاميرون. قلت له صعب جدا لان مهما كان انت كده بتعمل يعني محترمي يعني حقوق ناس او حق ناس ممكن يعني انا كاهلي احب اتلعب الارض بفكر في حلول بس يعني اعتقد هتبقى صعبه يعني ده نهائي اوكي نهائي ماتش واحد ده اوكي عليا وعليك ماتش واحد لكن دول اربعه لازم رايح جاي. لا بس هي في مفاجاه بقى في الجزئيه دي كل قال لك هيبقى في الكاميرون مثلا ماتش واحد في دوله الكاميرون هي اللي قدمت تقرير طبي وطلبت مع اللجنه الطبيه في الكاف ان البطوله ما تتلعبش امم افريقيا للمحليين. طب هقول لك بقى على مفاجاه ثانيه بقى امبارح كاميرون ويب ده موقع كان واخد عنوان انا اذني الكاف لا يزال يهين الكاميرون في تنظيم البطولات. معقوله؟ والله في اي اطار طيب؟ بيقول لك جالنا جواب منهم 8/3 موقع من الغاني اللي هو سكرتير عام المساعد انطوني بافو برافو عليك
بطالب شروط كذا وكذا، شروط طبيه وشروط كذا، ودي اهانه لينا واهانه للكبرياء الكاميروني، وانت في كل بطوله كبيره تيجي تذلونا كده. انا التقي هذا بعت لك، حتى بعت لك على الايميل، يا ريت عملت الاهرام. فالعنوان ليه بقى؟ قال لك وانت كل كان اب بيكلم ابنه. يبقى انت كده ترجمت لي المعلومه، يبقى الكاميرون هي صاحبه القرار في عالم استضافه البطوله، ان هي مش عايزه ناس تيجي من الخارج تزود اصابات الفيروس، لان الثلاث حالات اللي عندها جايه من خارج الكاميرون. برافو عليك. فكاتبين تقرير، انا ما بقتش امسك نفس، وانتوا بتجذلونا ليه؟ يبقى كده ما فيش سيمي فاينال ماتش موحد اكيد، استحاله اكيد كده بنستقرى الاحداث. استحاله استحاله. هو النهائي كفايه قوي، والنهائي يبقى اعتقد في شهر 5 او حاجه 29/5. فلسه فيكون ربنا سهل الدنيا رايقت، لكن كام دول اربعه؟ لا صعب جدا. انت بتتكلم بقولك في دوله بعت لها له ده شروطنا الطبيه شروط فنيه، فمسكوها بقى. قال لك انت كل بطوله بقى تيجي تذلنا، وهو العنوان كده يعني. قال لك هو بالفرنساوي كاف انكور ايميلي لو كاميرون، الكاف لا يزال يهين او يذل الكاميرون. كل بطوله تيجي تقول لنا بقى اعملوا كذا واعملوا كذا وناخدوا بطوله كذا، وبطوله تشان هي بطوله محليين عشان الغوها. لا الغوها احسن، الغوها. ده كان الاب بيكلم ابنه وبيمنع عليه اوامره، فين الكبرياء الكاميروني؟ طخ طخ طخ. الصحافه في افريقيا اتطورت كتير قوي، الصحافه في افريقيا اتطورت كتير. لا لا طب خلي بالك، هم بيطلعوا على الصحافه الفرنسيه والانجليزيه فدول فنانين في الكتابه، اللغه والكتابه والانفرادات بقت قويه. دول يا استاذ محمد، يعني لما بتطلع انت على ثقافه الاخرين انت بتزيد. طبعا بستفيد بالظبط كده. فانت بتقدر عن الناس دي، فتلاقي معلوماتك بتزيد، بيديك فكره عين. وتقول لك النهارده نيويورك تايمز عامله بتاع لك ايه، جيمز اوفر كده، يعني على اللعبه اللي فات من القطر من اوروبا وديك من اسبانيا ايطاليا في 7 دقائق. لا في تاشيره ولا في حاجه خالص، يعني انت بتعدي في اي حاجه. لكن لما اروح مع دوله لا نقلت لها ولا جمل، انا ككاميرا اروح اشجع مين؟ الاهلي ان شاء الله او الزمالك لو صعد. ازاي يعني هشجع مين؟ ساعتها بقى نطلع نقول لك الكاميرون كلهم اهلاويه ان شاء الله. كلهم ان شاء الله. لا والله باذن الله. انا بتكلم يعني ده ما كانش، انا مش حابب ده لان افريقيا مختلفه. طبعا ليه؟ طبعا بقول لك انت بتروح الكاميرون، طب مين هيشجعك؟ وبعدين كام الجمهور هيبقى موجود؟ انت كخايف خسران والملعب بيسع 50,000. اتس اوكي. هيتملي بقى بمين؟ مين هيتملي؟ اللي كان اللوجيك ان استضافه ملعب رادس للفاينل ده بين مصر والمغرب. برافو عليك. ده اقرب حاجه، يبقى ده جميل جدا. يبقى رادس قريب من المغرب ومصر. يا سيدي ماشي، مره مثلا اختار هنا مثلا تعمل قرعه مثلا بتاعت مثلا مصر، المره الجايه مثلا البطوله اللي بعديها كذا، يبقى انت ضامن نجاح جماهير وحدود جماهير. نجاح تعملها في الهو في الصحراء. كم من الافضل ياخد القرار ده من قبل ما تبدا البطوله زي ما بتعمل اوروبا؟ فندم ولا الفكره انا في حد ذاتها اصلا مش متاحه في افريقيا؟ مش متاحه خالص يا استاذ محمد. ما فيش مقارنه يا فندم، ما فيش مقارنه. اقول لك انت اوروبا تدفعها كلها ساعتين، تطلع من اسبانيا على ايطاليا على هولندا وانت قبل ما تخلص كيس اللب اللي معاك. لكن انت بتتكلم في افريقيا يا سيادتك، انت بتاخد 80 ساعه عشان توصل لافريقيا. انت عشان تروح على افريقيا تاخد 8 ساعات مظبوط؟ ولو كمان مش في العاصمه، بتاخد كمان ساعتين جوه. لو انا غلطان او رايح بريطانيا، معرفش رحت فين، تاخد ترانزيت في اثيوبيا وبعدين تنزل فين. انت بتلف لفه جامده. ده ما ينفعش عندك. اللي ينفع عندك اوكي لو انت دوله قريبه من بعض. عارف لو كان عملها في السودان ربما كان اهون على السودان جنبينا. السودان ما قدمتش. ما انا بقول ألسي مثلا، لكن انت حديفه في حته بعيده زي ما حدفت جنوب افريقيا في 94 وما كانش في جمهور، حتى الفريق الكسبان ما حسش بالفرح، ما حسش بالبطوله غير لما رجع المطار. بس ده بقى المستني ده. وانت كاتحاد افريقي هتكسب ايه؟ فين حقوق الرعايه؟ فين فلوس البث؟ مين هيجي يعني مين ما يتفرج عليك؟ ما هو برضه كلام مش منطقي. فاعملها على الاقل يا سيدي دوله قريبه من دولتين زي ما قلت كده، يا اما رادس تونس يا اما السودان، تبقى جنبك تبقى الدنيا لطيفه وهو ماتش واحد طالما الفكره في ملعب محايد بس. لكن تقول لي اوروبا؟ لا اوروبا ايه؟ اوروبا فرق شاسع في الاختيار. لا يا فندم مفيش مقارنه. ما تقارنيش. انت بتتكلم بقول لك في قاره تلفها في ساعه. حد بيبعد عن فكره ان ما يحصلش نفس الاجواء اللي حصلت في النهائي اللي فات؟ النهائي اللي فات ده مين السبب فيه؟ ما هو الكاف. ما هو برضه عدم نظام الكاف. ده لسه القضيه شغاله على فكره. ما هو يا فندم ما ينفعش اشغل فار في دوله واقول الفار اصل كانت فيشه متشاله، اصل الكهربائي ما جاش. الجهاز ما جاش. الجهاز ما جاش، الكهربائي ما صلحش الجهاز. الراجل اللي بيصلح الكهرباء عندنا ما جاش. ده كلام محترم. لا طبعا. فانت بتتكلم اتجانب ده، يبقى الحاله دي هتقول للدوله هتنظم الفريق هينظم تاني كل لو حصل غير كده سيادتك تعتبر مهزوم. انت مسؤول قدامي صح ولا غلط؟ ما هو كفه واحده، او سيادتك اختار دوله قريبه من الفرق اللي طالعه، او سيادتك محترمي لحضرتك اختار من الاول مدينه سي مثلا اختار القاهره مثلا يعني. فهيجي هتقول لي ممكن يجي بتاع جنوب افريقيا ولا يجي بتاع كذا. تمام. بس القاهره
دولة جماهيرية يعني فيها جمهور فيها كاس. تونس نفس الحكاية، المغرب، لكن رحت بعتني الكاميرون واحترمت الكاميرون، بس انا بتكلم الكاميرون على النطاق الجغرافي والنطاق الاقتصادي والظروف. وتسحبت بالكاميرون 2019 ليه؟ ما عندهاش تسهيلات. انت جاي تديها نهائي دوري ابطال افريقيا وان جاي كاس افريقيا المحليين اديك لغيت. هي الكاميرون انقذت الكاف بتقديم طلب استضافه الفاينل، لان هو ما كانش عايز يروح المغرب وما كانش عايز يروح تونس عشان ملعب رادس والاحداث اللي حصلت. فالكاميرون كانت طوق النجاه، والبركه ساعتها كانت في صامويل ايتو بصراحه، كان المستشار الرياضي للرئيس الكاف، فكان ليه دور كبير جدا في ان الكاميرون تقدم عشان تنقذ الملف. حلو جدا. في الحاله دي يبقى انت سيادتك ما في فريق كاميروني على الاقل موجود، لكن ده مش موجود. مفيش بقى كاميرون يا ويندي، خلاص كان في العصور الذهبيه هو عشان تكون فريق كبير. كاميرون كانديه خلاص بالظبط، كله محتفل بره وغانا نفس الحكايه. استاذ ممدوح فهمي نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار معاك، ودايما بتسري الحياه الرياضيه. ربنا يخليك معاك، ربنا يخليك محمد، شكرا لك، سلام طيب. الله يخليك وحضرتك طيب. حلقه كانت مهمه جدا، لان وضعنا النقاط على الحروف بالنسبه للمرحله الجايه، والقرارات او المعلومات اللي قلناها مش قراراتنا ولا معلوماتنا، لا دي قرارات مجلس فيفا بقياده جياني انفانتينو وتوصيات وقرارات في بعض الامور الحيويه والاستراتيجيه بالنسبه للكره الفتره اللي جايه، واللي هيطبق على العالم هيطبق على مصر. فبالتالي الجهات المعنيه كاتحاد الكره كالانديه تبدا تشتغل الفتره الجايه على وضع السيناريوهات، عشان لما ان شاء الله تكون الامور متاحه ومواتيه لاستئناف النشاط نبقى على ارض صلبه وعارفين بدايتنا من نهايتها، عشان ما نتفاجئش باي حاجه او يطلع حد يقول لك اصل لعبت بره، اصل الدوري مش هينفع يتلعب دلوقتي، لا اصل ادي شهر على ما الانديه تستعد، فتحصل زي ما بيحصل كل سنه مشكله وحوار من لا شيء. فيفا حسم الامر واداك خريطه الطريق للمرحله الجايه، وهيساعد الكل في تعديلات فتره القيد، في دعم الاتحادات اللي ممكن تتاثر اقتصاديا، في تغيير الاجنده والمباريات والمواعيد الفتره الجايه نتيجه هذه التعديلات اللي حصلت بسبب انتشار فيروس كورونا. اعتقد الامر اصبح واضح امام الجميع، وعلى الجميع ان يبدا العمل من هذه اللحظه عشان الفتره الجايه ان شاء الله الكره المصريه لا تتاثر باي احداث حاليه او حتى مستقبليه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.